أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. دعا حزب العمال السلطات لإقرار إجراءات تهدئة عاجلة عبر رفع القيود عن العمل السياسي والإعلامي وإطلاق سراح معتقلي الرأي، كما عبر عن دهشته بعد الحكم القاسي الذي صدر في حق الصحفي إحسان القاضي من طرف محكمة عبان رمضان. كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حوار لبرنامج بودكاست الجزيرة بعد أمس أن الجزائر تمكنت من استرجاع قرابة 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، وتابع إسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال الموجود في السجن. دافع وزير العمل فيصل بن طالب عن التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب الذي يثير جدلا واسعا في الأوساط النقابية. وقال الوزير أمام نواب المجلس الشعبي إن الإضرابات العشوائية وغير القانونية تسببت في تضييع 8 ملايين يوم عمل بعد أن أضرب نحو 175 ألف عامل، مما أدى إلى خسائر فادحة في المؤسسات العمومية حسبه. احتلت دجلة نور الجزائرية صدارة التصنيف العالمي لجودة التمور الصادر عن الموقع الشهير المتخصص في تصنيف الأكلات الشعبية تيس أطلس، حيث تصدرت المرتبة الأولى ب5 نجوم كاملة متقدمة على التمور المغربية والعراقية والسعودية والإيرانية. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-tv1.net أو على maghreb-emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.